الدول مثل فرنسا يلي كانت كل عمرها مع العرب، يعني من ايام دوغول، ثاقبت انه رئيسها كان صديق الحميم للرئيس الحريري شيراك، يعني هو بالنسبة لإله همه انه الرئيس الحريري يكون مرتاح. وبعطيك امثال، لما وصل على طار انه ربحت المقاومة وكذا الى اخره، بعدها لما اجى الرئيس شيراك على بيروت راح مجلس النواب وقال نحن مع وجود السوري بلبنان تيصير في سلام شامل وعادل بالمنطقة، وقال مسألة الوجود السوري تحل بين الدولتين يعني كمان، وقال تيصير في كذا. طيب بذات الوقت كان هو طول الوقت العراب، يعني اللي من في وزارة يبعث لي خبر انه شو عم تفكروا فيه او لا. بعطيك مثل للرئيس الحالي بعطيك مثل، انا عملت رئيس بالانتخاب بعد ما استلم، رئيس الحريق بيجي لعندي وقتها الشهيرة، قال لي انا ببلش شغلي 5:30، وقتها قلت له 6:30، قال لي شو بدك تجيب لي 6:30. المهم جينا 7 بلشنا نحكي، وهون بلش الخيار كان معه الله يرحمه الوزير الاقتصاد، بعدين عمل الله يرحمه مات معه باسل فليح، باسل الله يرحمه، انه اوعى الزراعه اوعى الصناعه هودي بيضروا لبنان. قلت له كيف؟ انا ما بفهم بالقضايا، بس جبت خبره وقتها جورج ارم بيفهم بالقضايا، الاهم شيء هاو، لانه ببطلوا بقى يجوا من ضياعهم يقعدوا كلهم ببيروت، بيضلوا بضياعهم بيزرعوا وبيعملوا صناعه صغيره كذا الى اخره. صرنا نشارع بهالقصه. كان يريد منع الزراعه والصناعه من الازدهار بالبلد؟ ما بده، قال لي ما تحكي فيها، ما بيعطي شيء للبنان. عم بعطيك انا شو صار معي هلا، خلص السياسه، عم نحكي شو صار. طيب وقتها اول يوم قال لي رئيس شيراك الليله بده يتلفن لك. بعدين جاي رئيس بعد ما حدا حكينا. قلت له حال، قال لي الساعه 8 8، دق التليفون، قال لي كثير انبسطت انا انك جيت رئيس، انا بدي اياك تيجي تعمل زياره دوله لدوله 7 ايام بدي اقضيها معك، برمك في فرنسا قبل راس السنه. هي قلت له لا تواخذني، عندي 100 شغله بدي احضرها، وبعدين يعني ما عندي هلا فكر اطلع للخارج، عندي شيء اهم داخل البلد وبدنا ندرس نحن كيف بدنا نعمل السياسه الاقتصاديه وكذا. قال لي طيب ابعد تقدير اول سنه الجاي. نعم. لما صارت الاستشارات وما زبطت، ما اجى رئيس وزراء حريري، السفير بيجيب مكتوب من الخارجيه الفرنسويه وبيجي بيقول لي زعل كثير شيراك، ومشان هيك سحب الدعوه للزياره. عم بقول لك شو صار معي. اول شيء ما صدقت شو عم بيعلق، يعني دول يعني كلمه دوله نتيجه لشخص مش معود عليه. مرق مده لما حكيت بالسلولار بعت لي خبر عندنا موقف اذا اجيت صوب السلولار تبع تيليكوم، هو جاك شيراك انه اوعى تيليكوم والا عندنا موقف تجاه الدوله اللبنانيه. شو دخلك شكي خاصه هي. يعني هالقضايا، يعني الاستنتاج بالاخر، كانت علاقتي مع شيراك بحسب علاقتي انا كنت مع الحريري. طيب اذا كانت منيحه مع الحريري كان هو منيح معك. طيب اذا كانت عاطله كانت عاطله، لانه صارت منيحه وقت القمه الفرنكوفونيه. طيب ولكن رئيس جاك شيراك كما هو معروف منع انه ادراج حزب الله على لائحه المنظمات الإرهابية أو الأحزاب الإرهابية، كان أيضا يقال أنه بفضل تدخل مباشر من قبل الرئيس الحريري. ليه؟ لأنه الرئيس الحريري أدرك وقتها ما بيقدر على المقاومة، طلب منه أنه خلي يعني مقاول بس شوفها ربيحة، راح لهون كانوا بده يبيعوا السلولار ببلاش، ليش بدي أقبل بيعهم اثنينتهم؟ قالوا أنجا أجيبوا 2 مليار. طيب هلأ عم بيحكوا بال 15 مليار. حتى هاي بالحرب ال 33 يوم كانوا عم يبحثوها كيف بدهم يمرقوها، انه بتنباع بثلاثه، قلت له يا اخي عم نطلع بسنتين 3 مليار، كيف بدك تبيعها؟ يعني كل شوي يرجعوا لها. اثنين
كانوا عاملين اتفاقيه مع باريبا وهن عندهم اسهم فيها تياخذوا الكهرباء. كيف بدهم ياخذوها؟ ببلاش، لانه عم تخسر شغله خسرانه ما بتدفع حقها. انهم سووها في غاز، لمعلوماتك قليل اللي بيعرفوا، في مركب فرنساوي رايح جاي قدام الشواطئ اللبنانيه، بيقولوا المخابرات هذا ما له حق ضمن المياه الاقليميه. بطلب السفير الفرنساوي بيجي لعندي بيقول لي ايه، طلب منا رئيس الحريري من شيراك انه يشوف اذا بصير هزات ارضيه. قلت له اي هزات ارضيه؟ بدي اشوفه للضابط ويجيب لي الخوارط، انا مهندس بحري. جابه قلت له هيدا عم تفتشوا على غاز؟ قال لي ايه. قلت له في غاز؟ قال لي ايه. قديه؟ قال لي قد سوريا، امتداد سوريا، ونحن عم نجيب من سوريا تنمشيهم، والغاز بتوفر تلتين المصروف بالكهرباء. ما بدهم ليه؟ بدهم هن يطلعوا الغاز ويعملوا الاتفاقيه تطلع بشركات له، وبذات الوقت يخلوا الكهرباء عم تخسر، تهن ياخذوها يحطوها على الغاز.